سلافة إيه بس أسيل لا. أخي تمام مش لعسكر بنتي بمشي حافي. جائزة السنة ورفيق الدرب بعد لولد أختي خالد. لمين بتاعت جائزة المصور المفضل بحياتك؟ عم إيه طبعا اكيد جائزه المصور واداره اعمالي الاستاذ فهد العتيبي. لو عندك جائزه عنوانها الوفاء لمين بتعطيها؟ بعطيها لنفسي والله جائزه الوفاء لنفسي. لمين بتعطي جائزه اكثر شخص يضحكك ويسليك بحياتك؟ اكثر شخص يضحكني ويسليني والله ترفة صاحبتي. بما أنه نحن هلأ بحفل توزيع جوائز، إذا بدك تعطي جائزة لكتمة الأسرار بحياتك أو لشخص كتوم، لمين بتعطي هذه الجائزة؟ لألي. لمين بتعطي جائزة أكثر شخص بضحكك؟ أخي تمام. إذا أنت ماشي بالريد كاربت وانكسر كعبك، شو أول شي بتعملي؟ مش لعسكر بنتي بمشي حافي. عادي ما بتفرق لأنك ممثلة؟ ما بتفرق معي، أي ما بتفرق. دخلت ريد كاربت وتفاجأت أنه حدا لابس مثلك؟ مثلي اكزاكتلي أو نفس الكولر أو نفس اللون. ليكي ما بتضايق، بالعكس بحس أنه بعيط له لهالشخص اللي لابس مثلي لناخد صورة سوا. شو بالنسبة لك أهم أكسسوار للحفل إذا فيتي على السجادة البنفسجية؟ depends الفستان الأكسسوار as in ايه اكيد الفستان، بس انه انا بحب تو اكسسوارايز ذا اوتفيت، فبحب النكلس بحب هيدا، بس اكيد اهم شيء الفستان. طيب دخلت الريد كاربت الواحد يكون هيك مرتاح، يكون بيشبه حاله، هيدا اكثر شيء بحس انه بخلي الواحد يبين حلو. طيب اذا دخلت الريد كاربت وانكسر كعبك مثلا، كيف معقول تتصرفي؟ هول الاشياء او بتعرفي شو اول شيء رح تعمليه؟ هول الأسئلة اللي بسألهم لحالي اللي بفضل ما أفكر فيهم، عرفتي؟ ما بفكر فيهم، ما عندي بلان بي. شو بعمل؟ إنه معك حق، لما ارتجي لازم أفكر يكون معي غير شوز بالسيارة. طيب دخلت وشفت حدا مثلا لابس مثلك، بتتصرف بطريقة طبيعية؟ لا إيه بضحك كثير بعتقد، يعني هيك بنكت على الموضوع أنا والشخص اللي لابس مثلي. يعني أحلى من هيك ما بقى فيه. عن جد هلا قلتها وراح ارجع اقولها، مهتمين بكل بادق الديتيلز، يعني شو بدنا احلى من هيك بالشرق الاوسط. صوتت لدرتك؟ صوتت لنارين صديقتي. ودرتك اسيل؟ درتي اسيل؟ لا سلافه ايه بس اسيل لا. تيا طلعت؟ ايه تيا طلعت. شو رأيك بالتقدم اللي عم نشوفه بالمملكة العربية السعودية؟ يعني هل مهرجان العالم؟ بدي أقول لك على شغلة، أنا كنت لما أشوف هيك مهرجانات على التلفزيون كنت أقول واو يا ريت يكون عنا هيك شيء. اليوم المملكة العربية السعودية هي نمبر 1، حتى أكثر من اللي بنشوفه برا. فنحن فعلا يعني هلأ بالبدايات بهاي السنة، ثاني سنة ثالث سنة، وهيك كيف بعد 10 سنين ما بعرف كيف ممكن يكونوا طايرين. عن جد أكيد كعرب يعني. أكيد أنا كتير بفتخر عن جد، وإن شاء الله يا رب يضلوا هيك ويضلوا للأحسن والأحسن. أكيد جوي أوردز حدث كبير عالمي، جمع كل هالفئات، فنانين، ممثلين، بلوجرز، يعني تقريبا لكريم دو لكريم تبع الفن. فكونهم يجتمعوا في حدث كبير هذا ما يزيدني إلا شعور بالسعادة والفخر، حتى بغض النظر أني بفوز بالجائزة أو لا، أنا مبسوطة أصلاً أني موجودة ما بيناتكم اليوم لأول مرة في حياتي. واليوم ما شاء الله عن فئتين يعني مرشحة. اليوم مرشحة فئتين صحيح. أديك مبسوطة أنت اليوم مرشحة مع أسماء نحكي يمكن سبقوكي، هم كانوا يعني قبلك بالفن، ويعني وأنت اليوم نجمة بالصف الأول، هدي هذا يعني بتشوفي بحالك أنت نجاح؟ شيء جدا حلو وشعور يا رب بكل الفنانين جيلي يحسوا فيه. طبعا الفنانين الكبار هم أساتذتنا ونحن تعلمنا منهم ويقعدوا دائما أساتذتنا هم واللي سبقوهم طبعا، بس الشعور أنك موجود معاهم وفي منافسة تقريبا معاهم
شيء كذا يخليك مبسوط حتى لو ما فزت يعني. بس نحن كلنا أكيد أي حد فينا يفوز أكيد حيفرح للثاني، لأنه كل هالفنانين دعموني وكانوا واقفين جنبي، نحييهم جميعا والله. بنشوف احنا صداقات بينك وبين أحلام وبين. صحيح صحيح، الفنانة أحلام أم فهد طبعا عمرها ما قصرت مع ولا أحد، الفنانة أصالة، مين يعني الأقرب إلي طبعا بما أنه نحن دائما موجودين. أي exactly. الحدث هذا جدا مهم بالنسبة لصناع المحتوى الترفيهي والفن بشكل عام. أنا بكاتيجوري المؤثرين أن كأول مرة أترشح لجائزة، وأن في أحد بالفعل يقدر هذا الكاتيجوري، لأنه هو بالفعل صار فن وصار من وسائل الترفيه اللي موجودة. فأنا جدا فخورة إن وسعيدة إن جوي أوردز التفت لمثل هذا الكاتيجوري وقدره. امش وراء الإبداع. أهلا وسهلا بجوي أوردز وبالجوي كله عندنا هنا بالرياض. أول ما حكينا جوي أوردز شو أول شيء خطر ببال ميلا؟ دانسينج وتعرف على الناس من كل المواهب، من كل الفنانين، نشوف أصحابنا، الناس اللي نحبهم. جميل. شو بيعني التكريم لميلا؟ قديه مهم؟ طبعاً شرف. أي أحد يعني يتمنى أنه يتكرم في محافل يعني سعودية وعالمية، وإن شاء الله يا رب الله يرزقنا.